شيء موضوع الورق. الآن كيندل بتوفر لك كل ما يوفر الكتاب. أولاً الشاشة حقتهم ما تؤذي العين، ثانياً كل شيء ممكن تسويه وأفضل من الكتاب. تقدر تسوي هايلايت، تقدر تكتب نوتس، تقدر تسوي بحث، هذا شيء ما تقدر تسويه في الكتاب العادي. تقدر تسوي ملخصات، تقدر تسوي 20,000 شيء. الإضافة الأخرى كذا إضافة، أنه عندك في البتاع ده عدد لا حصري من الكتب، مكتبتك كلها فيه. لما تسافر ما تحتاج تشيل معاك 10 كتب، هو هذا فيه الكتب. في تشارت بالمناسبة نوريكم، هو عدد الكتب الأونلاين سنة بعد سنة وعدد الكتب الورقية. هتلاقوا أنه من كذا سنة عدد الكتب الأونلاين تفوق عالميا على كتب عدد الكتب الورقية، وهتلاقوا التشارت حق الكتب الورقية في انحدار والتشارت حق الكتب الإلكترونية في صعود. هذا واقع، سواء عجبنا أو مو عجبنا هذا واقع، ومع السنين حيزيد طبعا. علشان بس يعني نعرف أنه هذه أمور حتحصل، حصلت في السابق، مو أول مرة أشياء تنقرض. من ضمن الأمور اللي انقرضت وخدمت البشرية سنين الفاكس ما كان فيه استغناء عنه للبزنسز. كل الخطابات البزنسز وكل الناس لما كانت بترسل للأهل كله كان عن طريق الفاكس، أنه تكتب، وكان يعتبر اختراع واو أنه تكتب ورقة وتحطها في هنا وتطلع بعد في المدينة الثانية كده في نفس الثانية، واو فاكس. الآن خلاص فاكس باي باي. طبعا اللي قضى على الفاكس الإنترنت والإيميل. شيء تاني برضو ما كنا نستغنى عنه، الفلوبي ديسكس. الفلوبي ديسكس في عزه تم إنتاج 5 مليار فلوبي ديسك في التسعينات في وقت الذروة حقته. قول للإنسان كيف ممكن نعيش بدون فلوبي ديسكس اللي فيها كان السوفت وير وبنحطه في الكمبيوتر وبعدين بنحمل عليه البرامج مايكروسوفت وورد وغيرها ولا ألعاب ولا أي شيء. وبعد الفلوبي ديسك اليو اس بي كله هذا باي باي. إيش اللي قضى عليه؟ الكلاود. واحدة من الأساسيات اللي كانت في المدن، التليفون بوثس باي باي، انقرضت انتهت. تخيلوا يعني كانت عنصر أساسي في أي مدينة. في أمريكا لوحدها في كان 2.5 مليون تليفون بوث، خلاص هذا الجوال نهى الموضوع، انقرضوا، هذا كله انقرض. من ضمن الأمور اللي حتنقرض اللي برضو ضربت مخنا شوية، موضوع الخرائط وموضوع فهم الاتجاهات. يعني الآن صار في اعتماد كبير جدا على جوجل مابس، خلاص الخرائط الورقية انتهت. يعني تم طباعة أكثر من 8 مليارات خريطة ورقية في القرن الماضي. الآن خلاص يتم استخدام جوجل مابس في تسيير الناس في أكثر من 220 دولة، أكثر من 1 مليار كيلو يوميا الناس بتستخدم جوجل مابس فيه. فخلاص الخرائط الورقية هي ماضي. من الأمور اللي حتختفي أسلاك الشحن. فكرة الأسلاك أصلاً كله متجه دحين على فكرة الوايرلس. نفس الشيء في الشحن، أسلاك الشحن، نسيت سلك الشحن، خلاص حيصير كله وايرلس. والتقنية هذه الآن موجودة، تحط جوالك بس كده وهو يشحن وايرلسلي. فوداعاً للأسلاك، هذا زي الكاوبويز زمان. والله هذه رمية محترفة.